يقول: أشتغل في مدرسة بشهادة جامعية، وقد استعملت الغش في بعض سنوات الدراسة، وأقوم الآن بالتخلص من بعض هذا المال في كل شهر ليزول الشك، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا شيء مضى وليس باستطاعتك الآن تعديله، ولكن الواجب عليك أمران. الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل من هذا الغش، والأمر الثاني أن تتقن العمل الذي وكل إليك، أن تتقن العمل الذي وكل إليك وتقوم بالوظيفة التي وكلت إليك. نعم.